بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، من يعرف لي التخريج؟ زين، أريد شخص ما رفع يديه. عرف لي التخريج. عينك في عيني. يلا، أي خطأ في كلمة تدفع يورو. نعم، أنا سأخرج من هنا إن شاء الله وقد اشتريت سيارة من فلوسكم. يلا، صح، أول كلمة عين، أول حرف، بعدين زاي. موجود، موجود. هذا الكتاب لا يوجد في أيوة. تفضل شيخ. تمام، أيوة، درجته عند الحاجة. لماذا ذكرنا قيد عند الحاجة؟ تفضل. تمام، أحسنتم، جميل جميل. المصادر قلنا عزو الحديث إلى المصادر، إيش معناه؟ هناك ماذا؟ قسم آخر وهو الفرعي، صحيح؟ ما الفرق بينهما؟ تفضل. تمام، أعطني مثال على الأصلي. أحسنت، فرعي، فرعي، دقيقة، فرعي، ماشي، رياض الصالحين، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، ما شاء الله عليكم. ممكن، نعم، لمن؟ لا لا، هو قال جامع الأصول، لمن؟ التاج. وفي الجامع الأصل، جامع الأصول لابن الأثير، تمام؟ طيب، ما هو أكبر موسوعة في الحديث؟ أكبر موسوعة في الحديث النبوي؟ لا لا، أكبر. أحمد فيه 29,000 وقليل، هذا فيه 64,000. لا، عبد الرزاق فيه قرابة 11,000 بدون صحيفة همام بن منبه. لا، المستدرك 4 وشوي. ها، من يأتي بها أيها الإخوة وله دعوة بظهر الغيب؟ ما تبغوا هذه، أنا أعرف. طيب، لا، مجمع فرس هذا كتاب معاصر. لا، الجامع الصغير استفاد منه هذا المؤلف وجمع معه حديث الجامع الكبير، وألف كتاب سماه كنز العمال. كنز العمال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. كتاب ضخم، هذا من الكتب الكبيرة جدا، الموسوعات الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اليوم سندخل إن شاء الله تعالى في الطريقة الأولى، وهي التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى. وقلنا المراد بالراوي الأعلى هو من؟ هو الصحابي. طيب، هذه الطريقة أيها الإخوة يستخدم فيها مصدرين، مصادر أصلية ومصادر فرعية. لدينا كتب يمكن أن نخرج عن طريقها وهي مرتبة على الراوي الأعلى، وهي كتب أصلية مروية بالأسانيد، وكتب أخرى فرعية مرتبة على أسماء الصحابة أي الراوي الأعلى، وهي كتب فرعية اعتمدت على الكتب إيش الأصلية. تمام، من الكتب التي يمكن أن يخرج عن طريق الراوي الأعلى منها وهي كتب أصلية، مسند الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسند أحمد، ومسند أبي يعلى، ومعجم الطبراني الكبير. ماشي يا أخوة؟ إذن أول كتاب مسند أبي داود الطيالسي، يقع في الطبعة الأولى له مجلد واحد، والطبعة الثانية مجلدين، والطبعة الأخيرة تحقيق الدكتور محمد التركي رسالة علمية 4 مجلدات. تمام؟ وعندنا مسند الحميدي مجلدين الذي حققه حبيب الرحمن العظمي، ثم عندنا مسند الطيالسي قرابة 12 مجلدا، ثم لدينا كتاب مسند الإمام أحمد وله تحقيقات كثيرة جدا، منها تحقيق مؤسسة الرسالة في أكثر من 50 مجلد، لكن أحسن تحقيق لمسند الإمام أحمد هو تحقيق الشيخ أحمد معبد عبد الكريم. تمام،
لأن هناك أحاديث كثيرة فاتت في الطبعة الأولى، طبعة الشيخ التركي التي طبعها المكتب الإسلامي. فطبعة الشيخ أحمد معبد عبد الكريم هي من الكتب الحقيقة ومن الطبعات المميزة جدا. طبعة أحمد كما تعلمون أول طبعة له الطبعة الميمنية اللي طبع على هامشها كنز العمال، ثم بعد ذلك توالت كما تعلمون الطبعات. لكن مسند أحمد الذي يريد المسند بالنص الصحيح لكنه خالي من التخريج، يعني التخريج موجود في المكتب الإسلامي، طبعة المكتب الإسلامي مخرجة تخريج موسع جدا. عندك شيء؟ ونفس الشيء مع الشيخ عبد الله التركي هم في المكتب الإسلامي، لكن طبعة الشيخ أحمد معبد انتبهت للنقص الموجود في الطبعة الأولى. أحمد معبد عبد الكريم هذا من علماء الحديث في مصر، وهو شيخي درسني في البكالوريوس وفي الماجستير أيضا، من العلماء الأفذاذ. يعجبني فيه علمه وطرفته، ففيه طرافة ما شاء الله، يعني تحضر في اللقاء لا تمل أبدا، ساعتين ثلاث ساعات أنا أشبهه. طيب نبدأ أيها الإخوة بمسند أحمد. الكتب الأخرى التي هي، ركزوا معي، الطيالسي، الحميدي، أبو يعلى، معجم الطبراني الكبير، نفس الطريقة، ما سنشرحه هنا ينطبق على بقية الكتب. واضح يا إخوة؟ طيب كان مسند أحمد في الطبعة الأولى كتابا مجردا ليس فيه أي فهرس مطلقا. فجاء الإمام الألباني رحمة الله عليه وجعل قبره روضة من رياض الجنة. تعرفون فيه نكتة طريفة جدا، الشيخ الألباني دفن في مقبرة من مقابر، وذهبت زوجته وخرجت من البيت الأول واستأجرت بيتا بجوار المقبرة في الدور العلوي تنظر من على الشرفة على قبر الشيخ، تقول لا أريد أن أفارقه حتى بعد موته. تمام، امرأة وفية. ثم جاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه فعمل فهرسا لمسند الإمام أحمد على حسب أسماء الصحابة ورتبهم على حروف المعجم. فعبد الله بن عباس تجده في حرف العين، لأن عندنا حروف ترتيب على حروف المعجم، والترتيب أبجد هوز. تمام، أبجد هوز هذا لا يستخدمه، فيه صعوبة أصلا، لكن حروف المعجم ألف باء ها لابد تحفظ هذه، صحيح، لأنه كتب كثيرة ستأتيكم مرتبة على هذه، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راي زاي سين شين صاد ضاء طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو يا اي بي سي، ولا خلاص إلى هنا. طيب هذه الكتب وهذه الأحرف رتب عليها الشيخ الألباني أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعت في الطبعات الأخرى هذا الفهرس. ثم جاء أناس آخرون محققين وطبعوا أيضا الفهرس لكن بترتيب أكثر دقة. لذلك تجد في أي كتاب مثل هذا الكتاب الآن مسند الإمام أحمد، هو طبع بعضها في مجلدين وبعضها في مجلد واحد، ستجد يا أخي الكريم ركز معي بس، ستجد في الكتاب فهرسان، فهرسان. الفهرس الأول مكتوب هنا فهرس المسانيد حسب ترتيب ماذا؟ الكتاب. هذا هو فهرس الإمام أحمد لمسنده. الإمام أحمد له فهرسة خاصة به. خذوا مثلا ماذا فعل الإمام أحمد؟ أول ما بدأ بمسند الخلفاء الراشدين، مسند أبي بكر عمر عثمان وهكذا، ثم مسند العشر المبشرين بالجنة، ثم مسند آل أبي طالب، ثم مسند آل العباس، ثم بعد ذلك سيأتينا مسند البصريين والكوفيين والشاميين، وسيأتينا مسانيد من هؤلاء، هنا مسند الكوفيين، وخذ على هذا. لهذا يحتاج أصلا أن تعرف معلومة عن هذا الراوي، هو بصري كوفي شامي، هو من آل أبي طالب أو آل العباس، فتقع أيضا في مشكلة أخرى، سيذهب عليك الوقت، ووقت طالب العلم ثمين. فجاء ووضعوا فهرس آخر، وهو فهرس المسانيد حسب ترتيب الكتاب، حسب ترتيب الهجائي. فجاء كاسم الصحابي، أول ما تعرف هو في أي حرف، فإذا حددت الحرف تذهب مباشرة للفهرس، هل هو أبو روح الكلاعي أو أبو زيد أو أم مدريمين أو أم ورقة امرأة من الأنصار بلال بن الحارث وهكذا. ورتب على كل الفهارس الموجودة الآن حسب الترتيب الهجائي، يرحمك الله، حسب الترتيب الهجائي مرتبة على الحرف الأول بغض النظر في كنية بدون كنية، المهم أول همزة سواء كان كنية أو اسم فإنه
يوضع في حرف ماذا؟ الهمزة. لماذا؟ لأنه سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تحفة الأشراف رتب الأسماء على ثلاثة أقسام: أسماء أولا، ثم أصحاب الكنى، ثم المبهمات من خلال الروع المبهمين، سنشرحه إن شاء الله بعد قليل بإذن الله. طيب يا إخوة، إذن الآن إذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنظر من هو راويه، ثم الطريقة البحث، بعد أن تعرف اسم الراوي تذهب للحرف الذي هو فيه تبحث عنه، إذا وجدته مثل قال لك بلال الحبشي تنظر في صفحة كم، ثم تدخل إلى داخل المسند تبحث عن حديثك الذي أعطيت إياه. نأخذ مثال يا إخوة، إن شاء الله بس حبلنا طويل اليوم. بسم الله بسم الله، ما راح يصل هذا حتى هناك. ها اي والله صح صح صح، قرب السبورة، تعال تعال. ها لا لا خلاص خلينا بس على السبورة. الله يجزاكم خير. يقولون كانت هناك امرأة كلما طبخت سمك كما تعلمون تقطع الرأس والذيل، أمها تقطع الرأس والذيل، تقول لها البنت لماذا يا أمي تقطعين كل مرة الرأس والذيل؟ قالت والله لا أعرف، رأيت جدتك تفعل هذا فعلت مثلها. قالوا خلنا نسأل الجدة، اتصلوا على الجدة قالوا أنت ليش تقطع الرأس والذيل دائما؟ قالت يا بنتي تلك الأيام كان أيام فقر، والقدر الذي معنا صغير لا يسع السمكة برأسها وذيلها، والحين هذا مثلها، حنا نروح نتأقلم مع الصبورة. طيب هي تجي الصبورة. طيب يا إخوة، يأتيك هكذا السؤال، بسم الله، السؤال يأتيك بهذه الطريقة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، حتى يقال من بقي من بني فلان. يأتيك الحديث ويقول خارج الحديث التالي من مسند أحمد. أول خطوة كما ذكرنا لكم أيها الإخوة تحديد اسم الصحابي، تمام؟ تحديد، لا لا خلها هذا رأس السمكة، خلينا نروح للذيل يا رجل. تحديد اسم الصحابي، من هو الصحابي هنا؟ هذا الحديث لو جاءك هكذا هل تستطيع إخراجه مسند أحمد؟ مستحيل مستحيل، إلا بطريقة واحدة، أن تجرد المسند من أوله لآخره، تمام؟ وإذا انتهيت من جرده هناك حديث آخر ينتظرك، وتجرد المسند مرة أخرى إلى الأخير. لهذا لابد من تحديد الصحابي. إذن أول شيء نحدد اسم الصحابي، ثم إذا حددنا اسمه الذهاب إلى الفهرس الهجائي، تمام؟ إذا انتهينا من الفهرس الهجائي الذهاب إلى مكان وجود أحاديث الصحابي، حديث الصحابي، ثم البحث عن الحديث، ثم بعد ذلك بعد أن نجده عزو الحديث. أحمد فرعي ولا أصلي؟ أحمد فرعي ولا أصلي؟ أصلي. نقول ماذا في العزو؟ أخرجه أو رواه. نعم، إذن هنا ينقصنا اسم الصحابي، ليس كذلك؟ عن صحار العبدي. نذهب مباشرة إخوة الكرام إلى حرف الصاد. الآن هذا الفهرس، هذا الكتاب بين أيدينا، نذهب مباشرة إلى حرف الصاد. هذا راء سين شين طاء شين صاد، صخر الغامدي، صحار العبدي.
1400 يقول موجود أحاديثه في 1473. نفتح 1473 1400 هذه 786 81 79 77 1473 هذه أحاديث صحار ومن حديث صحار العبدي. تمام؟ من يقرأ؟ تفضل شيخ اقرأ لي هذا الحديث. عن عبد الرحمن بن صخار العبدي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يمسك بقبائل حتى يقال من بقي. سمعتم؟ هذا الآن هو حديثنا الذي نبحث عنه، وجدناه. يقول فيه الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه لصحار العبدي قال سمعت رسول الله الحديث. واضح؟ الآن وجدنا الحديث ولا لا؟ نأتي للعزو، نقول بكل سهولة أخرجه الإمام أحمد في مسنده. الآن هذا كم مجلد؟ واحد، صحيح؟ فلذلك لا يمكن أن نكتب رقم المجلد، لكن نكتب رقم الصفحة حتى نسهل على الطالب. نعم، بعدين هذه صفحة 1473 ثم ماذا؟ حديث، نكتب حاء ونضع هكذا ونضع رقم الحديث الذي هو 20340 20340 عن فلان، يعني نكتب الإسناد، ممكن أن نكتب الإسناد كاملا، عن صحار العبدي به بلفظه، يعني بنفس اللفظ به، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثون دائما بحكم أن تلك الأزمنة الورق شحيح والحبر أيضا شحيح يحرصون على الاختصارات في الأسانيد، فإذا وصل إلى المدار تمام يقول به، يبقى ثلاثة أسماء أربعة أسماء خلاص، يوفر حبرا وورق. لو كنا نعتمد على طبعة ستة مجلدات أو سبعة مجلدات ماذا نقول؟ خرجوا الإمام أحمد في المسند ونفتح قوس ونقول 325 مثلا اللي هو الجزء والصفحة والحاء ورقم الحديث على حسب الطبعة التي هو فيها. طبعا طبعة الستة أجزاء الأولى طبعة الميمنية ليس فيها ترقيم للأحاديث، فيكتفون فقط بالجزء وإيش والصفحة، هذا هو. واضح يا إخوة؟ طيب الآن نريد نطبق، من لديه قدرة على التطبيق يأتي هنا، توكل على الله. طبعا يمكن أن أعقد الأخ هذا ويجلس بجواري ساعة كاملة لا يستطيع إخراج الحديث بحالة واحدة فقط، وهي أن يكون الراوي مكثر. فإذا كان الراوي مكثر كأبي هريرة وعائشة وابن عباس ليس له إلا حل واحد، يجردها حديثا حديثا حتى ينتهي الغداء والعشاء وينام الناس وهو لا يزال في. هذه مشكلة مسند أحمد. مشكلة المسانيد والمعاجم هو عدد الأحاديث في الرواة المكثرين، لذلك ليس لديك حل في الرواة المكثرين إلا جرد الأحاديث. واضح يا إخوة؟ طيب خلونا ندور له واحد كذا حلو بأول حرف. إذا كان مرتب على الفهارس، إذا كان مرتب على الحروق الأسماء، كثير من الطبعات ما فيها، ونحن نفترض أنه في هذه الطبعة أو في هذه الطريقة ما عندنا فهارس هنا. غمض عيونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي. يعلى بن مرة. يلا من العداد؟ نحن نعد الأكثر إلى 20. لا باقي 17. الله الله. شوف نحن اتفقنا العزابية في جهة. أيوة. يعلى. إلا فيه؟ أيوه كم ما فيه؟ يلا عجل، ترى وصلنا 12 1300
فوق هنا الرقم، هذه الأرقام معناها لازم تروح كثير. رقم هنا 1200، ايوه يضرب ضربة كبيرة حتى تصل 1200. 1200 وكم؟ 240. ماشي يعلى بن مرة صحيح؟ يلا ما شاء الله ما شاء الله، اللهم افتح عليه. لا تمثلوا بعبادي، قال قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي. اقلب اقلب اغششك شوي. وصلت صحيح؟ ماذا نقول؟ ما في ما في ام ما في ام في قلم. ايوه اكتب هنا. فتنة الخط المغربي يا اخي. وانتم عندكم لا يلا يعني ممكن تكتبه وانت نائم. صفحة ما في مشكلة، لا الحين بنتناقش قدام الناس. لا اكتب حاء، لا تكتب حديث، حاء ايوه هكذا لانه هذا اتفاق بين هذا ايش هذا؟ ما يحتاج، لا خلاص ما دام كتبت حاء يعني هذا رقم الحديث. أحسنت. عن يعلى ابن مرة به بلفظه، به بلفظه، وهكذا انتهى. ويحصل الطالب على كم درجة؟ ها؟ طيب يعني بدل ما تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبدي، هذا به اختصار لبقية الإسناد وبلفظه نفس المتن، تمام؟ بغض النظر الحكم عليه عاد هذا شيء آخر في مادة أخرى اسمها دراسة الأسانيد. من لديه القدرة على التطبيق؟ أنت قم. تعجبني يا أخي الشجاعة. ما عليك إن شاء الله، غمض عيونك. أعطيك حديث عائشة. يعني بكرة أخلص. طبعا في أحمد في مشكلة أيضا أخرى، وهي إذا جاءك الحديث وصحابيه رجل عن رجل، تمام؟ لأنه كثير جدا في مسند أحمد عن رجل، ولذلك ليس لك إلا طريقة واحدة، تبحث في كل رجل حتى تجد حديثك. أي نعم. لا 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 رجل رجل اسم رجل حرف كلمة رجل. أي نعم. في الفهرس الآن لو ذهبنا لحرف الراء أريكم الآن. ما عليه. لا 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 صعب، سيأخذ وقت كثير. ما عليه ما عليه إن شاء الله. لا لا الدورة أصلا مدتها أسبوع لا تزيد. شوف معي هنا كلها رجل صح؟ نعم رجل من أصحابه. نعم شوفوا يا إخوة هذه كلها صفحة كاملة، رجل 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 رجل، يعني إذا جاءك حديث عن رجل في مسند أحمد تبحث في كل رجل. فعندك هذان الإشكالان، المكثرون ومن وسم باسم باسم رجل. طيب يقول تكون هنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. تمام يلا توكل على الله. لازم ها عرفجة
عرفجة. يلا بنعد الخمسة شيخ. عرفجة يعني حرف العين، ركز، حرف العين. أنت الآن في إيش؟ في الألف. نحن نريدك في العين تذهب. تعرف أنت الحروف ولا لا؟ هذا عين، عين باء، استمر حتى تجد عين راء. هنا عمر، لا معناها قبل. عرفجة. طيب عرفج واحدا منهم. يلا خذ أول واحد، خذ أول واحد. يلا توكلنا على الله. عرفجة كم يقول؟ صفحة كم؟ 1300. هذا 1600 الله يرضى عليك. بس مو كذا، ورقة ورقة نخلص بعد يومين. 1300 1300، هذه 1400، هذه 1400، هذه 1381. وصلنا 1300 وكم؟ و14، هذه 15. إذن هنا انظر، هل الحديث موجود أو لا؟ تكون هنات وهنات، موجود ولا لا؟ موجود. وجده صاحبكم، تمام، وما صاحبكم مجنون. أحسنت، جزاك الله خير، موفق. الكتابة ستكون نفس هذه، خرج الإمام أحمد وصفحة وإيش ورقم حديث عن عرفج به بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. لاحظوا هذا الحديث أيها الإخوة هنا، وأصبح من السهل الآن أن تتعاملوا مع مسند الإمام أحمد. فقط إشكالان كبيران فيه يمكن أن تحل. إذا وجد فهرس لأوائل الأحاديث يمكن أن تجد الحديث مباشرة، وإلا ليس لديك إلا هذه الطريقة. طبعا إذا تعلمنا الطريقة الرابعة التي هي عن طريق لفظة في الحديث، فالمعجم من فهرس رتب مسند الإمام أحمد على الألفاظ، وهذا إبداع، هذا شيء عمل جبار حقيقة. يقول لك الإمام أحمد هذا 30,000 حديث اللي أمامك، أعطيني بس كلمة واحدة في الحديث الذي تريده وأنا أخرجه لك في لحظة. أي عجب، هذا عجب. طيب ننتقل أيها الإخوة إلى، كان في كتاب أمس هنا، وينه؟ هذا هو، أحسنتم. طيب هذا كتاب تحفة الأشراف، أنت عزابي خذ لنا هذا معلش، نكرهه في العزوبية إن شاء الله. أيوة أحسنت، أيوة جزاك الله خيرا. أقول هكذا الآن، هذا إيش، قطار ولا كنيسة؟ إيش يعني معناه انتهى الدرس؟ طيب هذه طيب يا أخوة، الآن نحتاج أن تركزوا معي بجميع أذهانكم وعقولكم. وقبل ما يجي يوسف على الباب، الآن الكتب الأصلية انتهينا منها صحيح، وقلنا لكم أن لدينا في الكتب الأصلية التي يخرج عن طريق الراوي الأعلى 5 كتب، ليس كذلك؟ ذكروني بها، مسند أحمد، الحميدي، أبو يعلى الطيالسي، معجم الطبراني الكبير. الطبراني كم له معجم؟ 3، صغير أوسط الكبير، هو المرتب على أسماء الصحابة، والصغير والأوسط مرتبان على أسماء شيوخه. أحسنت، أسماء شيوخه. وكان هو يفخر بأي كتاب، كان يحب أي كتاب؟ الأوسط، يقول الأوسط روحي، كان كتاب يحبه كثيرا لأنه رحل في طلبه كثير. الطبراني كما تعلمون ولد 260 وتوفي 360، مرة دخل نظيف وخرج نظيف. تحفة الأشراف هذا الكتاب الفرعي، كما تعلمون أيها الإخوة أن الكتب الستة مرتبة على أسماء حروف، على أبواب، على أبواب الفقه. فتجد كتاب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخر الكتب.
أليس كذلك؟ فإذا أردنا حديثا في هذه الكتب لصحابي معين ففيه صعوبة. فلو قلت لك الآن هذا صحيح مسلم، والطبعة الأخرى طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 5 أجزاء، صحيح؟ قلت لك أخرج لي حديث أبي هريرة من هذا الكتاب، لا أقصد حديثا معينا ولكن كل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ماذا ستفعل؟ ستجرد الكتاب كله كامل حتى تصل إلى حديثك. لو قلت لك حديث عبد الله بن مسعود ستفعل نفس القضية، أليس كذلك؟ وكل الصحابة الموجودين في الكتب الستة ليس لديك إلا هذه الطريقة. لو ركزنا أكثر وحددنا أكثر وقلنا أخرج لي حديث أتدرون من المفلس، حديث أبي هريرة، قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمفلس. إذا كانت لديك طريقة من خلال التعرف على الكتب والأبواب فتحاول أن تخمن حتى تصل للكتاب والباب، يمكن أن تصل بعد جهد، وإلا ليس لديك إلا طريقة واحدة، أن تجرد الكتاب كاملا حتى تصل لحديثك. تصور لو زدتك سؤالا آخر وقلت لك أخرج لي أحاديث عبد الله بن مسعود ليس من مسلم، كل الكتب الستة، ستضطر ماذا تفعل؟ تجرد البخاري لوحده، صح؟ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أول ما انتهيت من آخر ورقة من سنة ابن ماجه قلنا لك أجرد لنا أحاديث جابر بن عبد الله في الكتب الستة، ماذا ستفعل؟ نفس الموال، صحيح؟ انتهيت. لو سمحت أحاديث عائشة، سيصبح لديك وقت يعني كبير جدا. هذا الرجل وهو الحافظ المزي رحمة الله عليه الذي ألف كتبا من أهم الكتب في السنة، منها هذا الكتاب ومنها كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو اختصار لكتاب الكمال، اختصار لكتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. عبد الغني ألف كتابا كبيرا جدا في في الرجال. فجاء هذا الرجل وهو المزي رحمة الله عليه وألف أو اختصر هذا الكتاب وأضاف عليه إضافات وانتبه لأسانيده بشكل كبير، لعله يأتي إن شاء الله وقت آخر لدراسة هذا الكتاب. ومن العجيب أن هذا الرجل على قوة حفظه وكل شيء إلا أنه رجل نساء، وكان يبحث في بيته عن القلم وهو على أذنه. أي نعم. تعالوا نقرأ مقدمة هذا الرجل يا إخوة، شوفوا لنا الصوت يا شباب لو سمحتم. يقول هو بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد، لاحظوا معي عشان نتعرف على الكتاب لازم نقرأ مقدمة الكتاب، فإني عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أطراف الكتب الستة التي هي عمدة الإسلام وعليها مدار الأحكام، ثم ساقها، ثم أضاف عليها مجموعة مقدمة كتاب مسلم وكتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للترمذي وكتاب الشمائل له وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي. أضاف هذه الكتب فأصبحت 11 كتابا مرتبة في كتاب تحفة الأشراف. كم كتاب؟ 11. وكل الكتب الخمسة الزائدة هي لأصحاب الكتب الستة. قال: أما بعد، فإن من الكتب المصنفة في علوم الحديث كتاب تحفة الأشراف، وهكذا. ثم قال بعد ذلك، يعني نقرأ، نعم، قال: ورتبته على نحو ترتيب كتاب أبي القاسم ابن عساكر، لأنه له كتاب في ترتيب أطراف السنن الأربع، وأضفت إلى ذلك بعض ما وقع لي من الزيادات التي أغفلوها أو أغفلوا بعضها أو لم يقع لهم من الأحاديث من الكلام عليها، وأصلحت ما عثرت عليه في ذلك من وهم أو غلط، وسميته تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، طالبا من الله تعالى التوفيق والمعونة. ثم قال: وعلامة ما اتفق عليه الجماعة. لاحظ الآن هو سيتكلم لك على الرموز التي استخدمها هنا. إذا جاء بحديث لا يكتب البخاري مسلم أبو داود، يستغني عنه برمز. وقلت لكم سابقا أن الأئمة السابقين الورق شحيح والحبر كذلك، فهم يحاولون يختصروا. قال: فما اتفق عليه الجماعة الستة عين، وما رواه البخاري خاء، وما رواه البخاري تعليقا خت، وما رواه مسلم ميم،
وما أخرجه أبو داود دال، وما أخرجه الترمذي تاء، وما أخرجه الترمذي في الشمائل تم، وما أخرجه النسائي في السنن سين، وما أخرجه في عمل يوم الليلة سين ياء أو سي، وما أخرجه ابن ماجه القزويني قاف. واضح؟ الآن أعد عليكم وتقولون لي لمن هذه الرموز؟ عين، الكتب الستة، الجماعة، تمام؟ خط، دال، دال، أبو داود، تاء، تم، قاف، سين، ياء، عمل اليوم وللنسائي. هل في كتاب عمل يوم والليل آخر؟ لمن؟ لابن؟ ها؟ أحسنت، هذا حققته في الماجستير، كان رسالة الماجستير تحقيق عمل يوم والليل ابن السني الجزء الأول منه. قال لاحظوا معي، وكان الشروع فيه، يعني بداية التأليف، في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء، سنة 696، وختم في الثالث من ربيع الآخر سنة 2270. تمام؟ كم؟ والتسعة واثنين كم؟ كم ستأتي؟ 696 ل 722، 26 سنة، 13 مجلدا. هنا طبعا 14 مجلدا لأنه الرابع زيادة من عبد الصمد شرف الدين، 13 مجلدا في 26 سنة. الشباب في هولندا يبغوا في 20 دقيقة هم هكذا، ما بقي لنا وقت يسير. لكن هذا الكتاب أيها الإخوة ماذا فعل المزي؟ جاء ورتب كل أحاديث هذه الكتب الأحد عشر وخاصة الكتب الستة على أسماء الصحابة، فيأتي لحديث أبي هريرة ويجمعها كلها في مكان واحد، لكن يرتبها بطريقة عجيبة لم يسبق إليها. كيف؟ نحن قلنا في مسند أحمد أن مسند الإمام أحمد فيه مشكلتان، إحداهما المكثرين، أليس كذلك؟ فالمكثرون في الإمام أحمد يحتاج الإنسان أن يجرد أحاديثهم كلها بالكامل. تصوروا أننا جئنا للكتب الستة وجمعنا فقط أحاديث أبي هريرة، ستخرج قرابة مجلدين حديث أبي هريرة في الكتب الستة، وقلنا لك خرج حديث كذا لأبي هريرة، ماذا ستفعل؟ ستجرد كل المجلدين حتى تصل لحديثك. المزي قال إن شاء الله تنسى شيء اسمه جرد الأحاديث كلها كامل، أنا سأريحك. قلنا له كيف؟ قال فقط أنت خذ الإسناد كاملا من الكتب الستة. نأخذ الآن مثال إن شاء الله سريع وسأريكم كيف رتب المزي هذا الأمر، إن شاء الله يخرج لنا حديث لأبي هريرة وتكون يعني أو أي أحد من الصحابة. هذا ما شاء الله حصلنا أبو هريرة. يقول حدثنا عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا عبد الرحمن الدمشقي يرحمك الله، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا يزيد بن كيسان رحمك الله، حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. هذا حديث أمامك الآن. لو لم يكن هذا الكتاب موجودا فليس لكم أيها الإخوة إلا طريقة واحدة، وهي جرد أحاديث أبي هريرة كاملة، ليس كذلك؟ ولكن هذا الرجل قال أريد منك يا طالب العلم شيء واحد، وهو
حدد لي اسم الصحابي في الحديث، هذا مهم جدا. بدون تحديد اسم الصحابي لا تستفيد من الطريقة الأولى مطلقا، واضح يا إخوة؟ إذا لم تعرف اسم الصحابي لا تستفيد لا من أحمد ولا الحميدي ولا الطيالسي ولا أبي يعلى ولا الطبراني ولا تحفة الأشراف. فيقول لك حدد اسم الصحابي، نقول له والله أبو هريرة اسم الصحابي، ليس كذلك؟ رحنا لحديث أبي هريرة في الكتب الستة إلا هي ضخمة جدا. قال ماشي، أعطيني الراوي اللي قبل أبي هريرة، لأن أحاديث أبي هريرة لم يرويها راوي واحد، إنما رواها عدد من تلاميذه، ليس كذلك؟ قلنا له والله يا أخي الراوي أبو حازم. نفرض الآن يا إخوتي الكرام حديث أبي هريرة فوق 3000 حديث، هي أكثر من 3000، البحث في 3000 كثير صحيح؟ فلما قال هو أعطوني الراوي الذي قبله عشان أقلل لكم الأحاديث، أعطينا أبو حازم، وجدنا أن أبا حازم روى عن أبي هريرة في الكتب الستة 200 حديث. قلنا له يا مزي الله يرحم والديك، ترى العدد كبير 200، ما نستطيع، وقتنا ثمين. قال ما في إشكال، روح للي قبله، تمام، الذي هو من يزيد ابن كيسان. رحنا ليزيد ابن كيسان وجدنا 70. قلنا له يا أخي نحن كسالى ولا نريد نبحث في 70 حديث. قال ما في إشكال، خذوا أعطوني الذي قبله، مروان بن معاوية. رحنا لمروان بن معاوية وجدناها 5 أحاديث. هذا يزيد، هو هذا يزيد، بس حنا حطينا الخط على كيسان، ما في إشكال، واضح؟ واحد قال يا أخي والله أنا مرة كسلان. فماذا فعل المزي؟ أعطاه كفا على وجهه وقال له لا يجوز بعد هذا، آخر شيء هنا، يعني لا يمكن هنا. لهذا ماذا تفعل؟ أنت الآن لما تذهب لتحفة الأشراف تجد أبو هريرة مكتوب ببنط عريض كبير، التابعي أمامه نجمة، تابع التابعي نجمتين، تابع التابعي أمامه كم؟ 3 نجمات، تمام؟ نذهب الآن، هذا كلام في الهواء، نأتي إلى الواقع، تأتيك هنا مشكلة تحتاج أن تنتبه لها وهي الصوت. المشكلة هي يا شباب يا شيخ رشيد، شوف الصوت الله يحفظكم عشان الأخوات بس يعني يكونوا معنا الآن. هذه أمامك 13 مجلدا، هي تحفة الأشراف. هذا المجلد الأخير مهم جدا، سنتعرف عليه إن شاء الله في الغد. الرابع عشر يسمى الكشاف، وهذا وضعه عبد الصمد شرف الدين، سنشرحه إن شاء الله في وقته. تأتيك هنا مشكلة وهي نحن نبحث عن أي صحابي وكم مجلد أمامنا، أين أبو هريرة من 13؟ لا هو ليس في الألف، لا هنا ترتيب آخر غير الألف. الكشاف ما له علاقة في الأول، وين الأول؟ هذا الأول، نفتح الأول نقول له إيش الأول؟ الله يرضى عليك، أعطينا الحديث أسماء الصحابة اللي في الأول. قال أبشروا، عندكم أبيض ابن حمال وآبي اللحم وبي بن عمارة وبي بن كعب وأحمر وأدرع وأزداد وأسامة، أسامة بن زيد الكلبي وأنس بن مالك، وانتهى عند أنس بن مالك، ما في أبي هريرة. ممكن في الثاني صح؟ تروح الثاني، فتحنا الثاني مباشرة، الفهرس الأول، أين الثاني؟ الثاني رحنا للثاني وجدنا أول واحد فيه أهبان بن أوس الأسلمي وأيمن بن عبيد وبريدة بن الحصيب وبسر وبكر وبلال بن رباح الحبشي وجابر بن طالب. بسم الله، ممكن في الثالث؟ ما يمكن. لماذا؟ أيوة، الآن أريدكم تركزوا بجميع أذهانكم، تمام؟ كم عند الواحد ذهن يركز معي؟ اللهم أخر يوسف قليل. شوفوا يا إخوة، تحفة الأشراف ركزوا، ها، لا أحد يفكر في البيت أبدا ومن في البيت. الأول، يحتوي تحفة الأشراف على 3 أقسام. القسم الأول رجال، والقسم الثاني
ها نساء، وهذا رد على الأخت التي قالت أمس القوامة للرجال ولا للرجال والنساء، هذا رد الآن. ها القسم الثالث من يعرفه؟ ها من الكنى؟ الشيوخ ال لا ها كيف لا 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 لا, لا. بعد ايش الحين صار شيوخ المراسيل؟ تمام. الرجال والنساء قسمهم على ثلاث اقسام. تمام. القسم الاول، ركزوا يا شباب، كلكم شباب، اسماء الصحابه، هذا القسم الاول. القسم الثاني كنى الصحابه. القسم الثالث المبهمات. النساء أسماء نفس القضية، كنا إيش مبهمات. المراسيل المطلقة مرتبة على حروف المعجم. ماشي يا إخوة؟ جاء للأسماء أسماء الصحابة فرتبهم على حروف المعجم من الألف إلى الياء. واضح؟ هنا من الألف إلى الياء. لاحظتم لما فتحنا المجلد الأول من موجود؟ أبيض، أبي اللحم، أنس بن مالك، صحيح؟ لما رحنا المجلد الثاني وجدنا بريدة بن حصيب، بلال، وهكذا. لاحظوا معي إخوة، الآن لا تكتبوا رجاء، أعطوني فقط ذهنكم لو سمحتم. في كل مجلد من المجلدات في الكعب هنا كتابة تحت الرقم. فمثلا رقم ثلاثة، رقم ثلاثة مكتوب، ركزوا معي، مكتوب هنا حابس التميمي إلى سعد بن معاذ. يعني أول اسم يوجد في هذا المجلد هو حابس التميمي، وآخر اسم يوجد في هذا المجلد هو سعد بن، تمام؟ أنت مباشرة مباشرة يتحرك ذهنك إيش الحروف التي بين الحاء والسين، صحيح؟ ها أعطوني حا خا دال ذال را زاي، كلها في المجلد الثالث. لكن يبقى السؤال، هل كل السين في المجلد الثالث؟ لا طبعا. لماذا؟ لأنه قال لك ترى فقط إلا سين عين موجود هنا، لكن سين طا سين قاف سين فا سين هذه تجدها في المجلد الذي بعده. واضح؟ لأن المزي ماذا يفعل؟ لا يعتني فقط بالحرف الأول، بل بالحرف الأول والثاني والثالث. فسعد عنده مقدم على سعيد. لماذا؟ لأنه سين عين دال وليس سين عين ياء. تمام، يؤخره سعيد، لكن سعد مقدم على سعيد. واضح يا إخوة؟ استمر في هذا. وتلاحظون معي الآن هذا المجلد الأول من أبيض إلى أنس، الثاني من أهبان إلى جودان، الثالث من حابس إلى سعد، الرابع، ركزوا معي متى نبدأ في الكنى؟ الرابع، ألم أقول لكم قبل قليل بأن سعد باقي فيه؟ الرابع سعد مولى أبي بكر إلى عبد الله بن عباس، الخامس من عبد الله بن عباس إلى عبد الله بن عمر، السادس من عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مالك. ماشي؟ إن شاء الله كامل. بس السابع من عبد الله بن مسعود إلى عمارة بن شبيب، هذا السابع. الثامن موجود إن شاء الله، لا هذا مكرر لم يأتي بالثامن. التاسع، أين التاسع؟ هذا التاسع. قال التاسع من ناجية إلى أبي هريرة. من ناجية معناه نون ها واو يا موجودة في المجلد إيش؟ التاسع. والكنى بدأت الكنى إلى أين وصل؟ يعني معناه أن كل كنية، احذف الآن أبو، احذف أبو ها،
أبو أنس، أبو إبراهيم، أبو عبد الله، أبو خالد، أبو كذا، كلهم موجودون في هذا المجلد إلى أبو هاء، هاء هريرة، تمام؟ لكن أبو ناصر لن تجده هنا، لأنه آخر كنية هنا هو طبعا لما يرتب الكنى ينتبه لألف بلك يرتبه على الحرف الذي بعد الأبو، واضح يا إخوة؟ وهكذا استمر في التاسع والعاشر والحادي عشر. التاسع جزء منه أبو هريرة، والعاشر أبو هريرة كاملا، والحادي عشر جزء منه أبو هريرة، ثم دخل في أسماء النساء. ذلك لما نذهب الآن للحادي عشر يقول أبو هريرة عائشة، تمام؟ معناه النساء بدأوا في المجلد كم؟ الحادي عشر. ومعنى هذا أن النساء اللاتي قبل حرف العين موجودات في المجلد الحادي عشر، وما بعد حرف العين سيكون في المجلد الثاني عشر. نأتي الآن هنا وننظر. يا أخي هذا الصوت مرة مشكلة. قال أبو هريرة تابع، واستمر في الرواة عن أبي هريرة وهكذا. قال أبو، وقد أريد أن أرى أحد الرجال هنا. طيب، ثم انتهى من أبي هريرة ودخل بعد ذلك في، انظروا إخوة، قال أول مسانيد النساء، وبدأ بأول امرأة أسماء بنت أبي بكر، ثم أسماء بنت عميس، ثم أسماء بنت يزيد وأمية وبركة أم أيمن وبريرة والجهدم وجويرية وخولة والربيع بنت النضر ورملة وصفية وأم، حتى وصل إلى ضباعة بنت الزبير وعائشة رضي الله عنها. واضح يا إخوة؟ لو جاءك الآن حديث ضباعة بنت الزبير ستبحث عنه في هذا المجلد. المجلد الثاني عشر تغير؟ ها؟ طيب، المجلد الثاني عشر أيها الإخوة كتبوا فيه عائشة ونسيبة، يعني باقي جزء من مسند عائشة في هذا المجلد، ووصلوا إلى حرف النون وأتموا النساء إلى أن وصلوا إلى المجلد الثالث عشر. وقال ماذا؟ يأتي هنا الكنى، عفوا، بقية الكنى من النساء والمراسيل. لهذا سيأتيك المراسيل هنا في صفحة الكنى. قال أم أيمن، أم أيوب، أم بجيد، أم جميل، أم جندب، ثم بعد ذلك كتاب المراسيل كما تلاحظون هنا. كتاب المراسيل، المراسيل هو ماذا؟ ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول حسن البصري قال رسول الله، كان يقول محمد بن سيرين قال رسول الله. أما إذا كان قوله هو فيسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ مقطوع، يسمى مقطوع. طيب، ومرسل منه الصحابي، وقل غريب ما روى راو فقط. لكن هذا طبعا منتقد هذا التعريف، والصحيح أنه ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج هنا إلى الانتباه إلى هذا النوع. الأسماء معروفة واضحة، صحيح، والكنى واضحة إن شاء الله. نأتي للمبهمات. المبهمات يأتيك في داخل الكتب الستة أحيانا إسناد يقول عن أبي بن كعب مثلا، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. من عمه؟ مبهم، صحيح. وبالأمس فرقنا بين المبهم والمهمل، وقلنا أن المهمل يذكر جزء من اسمه ثم يتعرف عليه بعد ذلك، لكن المبهم لا يعرف. أحيانا يأتيك مثلا الحسن البصري عن جده، أنت الآن تريد أن تبحث عن هذا الحديث، تبحث عن من؟ تبحث عن عمه ولا جده، يعني بحرف الجيم ولا حرف العين ولا؟ المزي ماذا فعل؟ قال لك يا طالب العلم كل المبهمات جمعتهم لك في مكان واحد بالنسبة للرجال وللنساء أيضا في بعد قسم النساء. فإذا جاءك، ركزوا، ها، سطر مهم جدا، فإذا جاءك حديث فيه راو مبهم فانظر إلى الراوي الذي قبل المبهم. قلنا أبي بن كعب عن عمه، نبحث عن من؟ نبحث عن أبي. أبي حرف إيش؟ همزة. وهو رتب أسماء الذين رووا عن المبهمات بالحروف، إبداع. 26 سنة لكنها أخرجت شيء فيه خير للأمة. لهذا الآن لو نذهب للمجلد الثالث عشر
المجلد 13 ونذهب إلى المبهمات. المبهمات، هذا المبهمات في صفحة 111. نفتح 111 المبهمات. لاحظوا معي يا إخوة، أول مبهم الحديث مروي عن خالته، خالة أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءك حديث يقول عن خالة، عن خالته عن النبي صلى الله عليه وسلم، صعب، لابد تبحث المبهمات كلها. لكن لما أعطيك الإسناد التالي، قال عن أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة عن خالته، تروح تدور على مين؟ أسعد، لو أسعد هذه كنيته أبو أمامة. لو رحنا مثلا الجراح بن مليح عن من؟ خلونا هنا، بكر بن عبد الله المزني، لا ليس هنا، هذه المراسيل مبهمات. نعم، ثمامة بن حزن القشيري عن حبشية كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث بن عبد الله المخزومي عن أم المؤمنين، ما يعرف من التسع. حسين بن محصن الأنصاري عن عمة له، تبحث عن من؟ عمة ولا حسين؟ حسين. إذن في المبهمات لابد من معرفة الراوي الذي قبل المبهم. وذكرنا لكم في المحاضرة الماضية أن أبا زرع العراقي ألف كتابا سماه في المبهمات، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، مجلدين محققين لطيفين يستفيد منهم طالب العلم. طيب، ليس بالضر، لا 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 أبدا، ينبغي أن تكون عالما بشيء واحد فقط، إسناد الحديث. إذا لم يعطيك الشخص إسناد الحديث فيصعب إخراجه من هذا الكتاب إلا بالجرد. تفضل الآن الأسئلة، تفضل. تمام، لا مبهم، ماشي، أيوة، لكن جد صحابي، جد صحابي. نحن ننظر الآن للشخص الذي قبل، لكن لو كان جده، تذهب إلى قسم المبهمات في المراسيل. تمام، إذا كان المبهم ما يصير، ما يمكن. شوف أنت المبهم دائما هنا في الكتب الستة واللي رتبها المزي، المبهم مباشرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان في أثناء الإسناد، في أول الإسناد، هذا له كتب أخرى مستقلة ما لها علاقة في تحفة الأشراف. أسئلة، ما احنا قلنا أصلا تحفة الأشراف مرتب على الراوي الأعلى، هو لا ينتبه. لنفرض أن البخاري قال حدثني رجل في صحيحه، ما له علاقة هو به، هو فقط ينتبه للشخص الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان مبهما رتبه على اسم الشخص الذي قبله فقط. لكن مبهمات في أول الإسناد لا علاقة له بهذا. أي نعم، ها، أيوة أيوة، الكتب الأخرى تخدمك في هذا. في سؤال يا أخوة بالنسبة لتحفة الأشراف، تفضل. وفيك صحيح، الحين في البيت، أنت من أي البلد شيخ؟ تونس. وتجد أنك تطبخ في الطاجن، تمام؟ أشياء فخار مصنوعة في المغرب، ونفس الطبخة تطبخها في طبخة في قدر آخر، الشخص الثالث يأتي بجهاز كهربائي بدون غاز بدون أي شيء ويضعها فيه، وفي الأخير يأكله كلهم دجاج، تمام؟ فما دامت تسهلت أمور وتيسرت لنا في هذه الأزمنة فنستفيد منها، لأن هذه الطرق كلها الخمس إنما تقدم مهمة واحدة وخدمة واحدة، وهي الدلالة على موطن الحديث في الكتب الأصلية. فإذا وصلت أنا للكتب الأصلية أنسى شيء اسمه تحفة الأشراف، أشتغل على البخاري ومسلم الأصلي، أشتغل على ابن ماجه، أرجع للأسانيد الأصلية، هذا عملي هنا. لأنه في الأخير أنت هناك فقط، هو يقول لك لما تضع حديث البيعاني بالخيار ما لم يتفرق، حطيته في المكتبة الشاملة، قال لك والله موجود في كذا وكذا وكذا وكذا، أنت الآن أمامك فهرس
صحيح؟ يقول لك في ابن ماجه 170، تذهب إلى ابن ماجه وشغلك هنا، دراستك الأسانيد، حكمك على الحديث، كل شيء في الكتب الأصلية. أما هذه فدلالة، إذا واحد ما عنده تحفة الأشراف عنده الشاملة سيان لا يؤثر، لكن هو علم يخدم الإنسان وينفعه، هذا ميزة، هذا ما يحتاج إلى شحن، تمام؟ لكن اللابتوب لابد أن تشحنه، فإذا انتهى شحنه انتهى شحنك تلقائيا طبعا، ها؟ لكن إذا تعرفت على هذه الطرق تدخل في أي مكتبة لديك حديث قبل الخطبة وما عندك لابتوب أو ضاع الرقم السري، تدخل مباشرة على تحفة الأشراف على كذا يعطيك فيه. وذلك نحن نريد أن يعني نتعلم طريقة، وعلى الأقل يا أخي ندخل القبر وإحنا عرفنا مادة التخريج. والله صحيح، يعني ابن الجوزي يقول ومن نكد الدنيا أن يتحدث الناس في شيء لا تتقنه. يقول والله إحنا درسنا الحمد لله في عام 2012 في آخرها، وكان أيام مطر وكذا. طيب في عندي كتاب هنا يا أخوة، كتاب مهم جدا. لا تعجبني أنت حافظ خلاص. طيب أحد عنده سؤال على هذا؟ سنبدأ نطبق إن شاء الله. إلى الآن يوسف ما جاء، الحمد لله الفتنة نائمة، قاتل الله من أيقظها. استجيبت إيه؟ استجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا. أيوة. والمبهمات عن الصحابة. تمام. سؤال جميل. بالنسبة لمن اشتهر بكنيته مثل أبي هريرة فإنه لا يذكره في الأسماء مطلقا، هذا مشتهر. لكن يأتيك بعض الصحابة يقول أبو سعيد الخدري، تمام، هكذا يكتب بالضبط، قلم يكتب هكذا أبو سعيد الخدري. لماذا؟ لأنه مشهور بكنيته أبو سعيد، صحيح؟ ثم يكتب يساوي سعد بن مالك، يعني روح دور عليه فيه، يقول لك ترى سبق هو في حرف السين. فأنت عندما يأتيك حديث مثلا عن أبي هريرة تتجه مباشرة إلى الكنية، الاسم الموجود في الإسناد، واضح؟ تذهب إلى الكنى أبو هريرة، يعني أبو سعد، أبو إبراهيم، أبو مريم، أبو عبد الله، قبل أبي هريرة، لأنه ينتبه الحرف الذي بعد أبو، تمام؟ فذهبت إلى الكنى وجدت صاحبك فبها ونعمت، سيد أحاديثه كلها كاملة، وجدت وضع لك هذه العلامة، معناه يحيلك على الاسم الحقيقي له أنه قد سبق ذكر الأحاديث في مكان آخر. أكيد أكيد أكيد. لا هذا 26 سنة يعني شغل فعلا، ومع هذا وقع في أوهام. أنا مررت على الكتاب كله كامل وأخرجت الأوهام التي وقعت المزي رحمه الله قديما، هذا أيام النشاط، الآن خلاص خربنا الحين. طيب في سؤال يا إخوة؟ نطبق؟ طبق. إلى الآن يوسف ما جاء، الحمد لله. صحيح مسلم يا إخوة، نفتح أي حديث، نبغى حديث بس إسناده. ليتكم تكتبوا معي يا إخوة لو سمحتم. ما دمنا مع المغربي وأهل المغرب لابد أن نأتي بحديث للإمام مالك، جزء في دارهم ما دمت في دارهم. يقول حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، عن مالك، ها؟ عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت
إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال في الأخير قال رسول الله لا نورث ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة. من الصحابي معي أنتم يا إخوة؟ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. الصحابي من؟ إذن أول شيء تفعله هو تحديد المجلد الذي يحوي اسم عائشة. نذهب إلى عائشة في التاسع أو العاشر، هذا تسعة أبو هريرة، لا ليس في التاسع، والحادي عشر. أحسنتم، هذا هو في الحادي عشر بداية مسند عائشة، لأن له جزء في الثاني عشر، ممكن يكون في الحادي عشر وممكن يكون في الثاني عشر. طيب سؤال يا إخوة معي كلكم، عائشة مقلة ولا مكثرة؟ سؤال للجميع، كم لعائشة من حديث في الكتب الستة؟ في الكتب الستة. المجزي خدمنا في هذا. الآن نذهب وننظر عائشة. يا أخي الصوت يا شباب يا مسلمين، مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الكنى وهذا المبهمات وهذه أسماء بنت أبي بكر. عائشة كم تتوقع لها حديث في الكتب الستة؟ طيب ها يا إخوة، 2081 حديثا، 2081، يعني إذا لم يكن لدينا تحفة الأشراف فسنبحث في كم حديث؟ 2081. إيش يقول المزي؟ أعطيني الراوي اللي قبلها بس وأنا أريحك. إيش الراوي؟ نروح ندور على شخص اسمه عروة بن الزبير، أمامه كم؟ نجمة ملازم. تمام؟ نذهب إلى عروة ويكون أمامه نجمة، نجمة 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 نجمة، وهذا عبد الله وعبد الرحمن، للأسف ليس موجود في الحادي عشر. إذن في الثاني عشر، في الثاني عشر ذهبنا للثاني عشر، أين عروة؟ ويكون عروة بن الزبير. كم تتوقع حديث من 2000 وكم إلى 1050؟ يعني عروة مكثر عن عائشة، صحيح؟ لأنها ماذا؟ عمته ولا خالته؟ عمته. تمام، عروة بن الزبير 1050. الله. طيب نبغى ملازم أول الحين، نجمتين، ها من هو؟ محمد بن شهاب. نعم ماشي، نذهب حتى نجد محمد بن مسلم الزهري. وجدنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. الله يا مزي الله يهديك يا أخي، عدد كبير. كم نقول له؟ 355. الزهري روى عن عروة 355 حديثا عن عائشة. واضح؟ كثير ولا مو كثير؟ يقول لك أعطيني بس نقيب ثلاث نجمات. من هو؟ نروح لمالك. وينك يا مالك؟ أين أنت مدفون يا مالك؟ لماذا أحبوك وتركوا بقية المذاهب هؤلاء المغاربة؟ الله أعلم. مالك وما مالك، له إبل كثيرات المبارك. مالك بن أنس وجدناه. حديث عائشة كم؟ 2000. حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 30. أيوة لا ما في الحين ما في لكذا. نروح للثلاثين الآن، خلاص وجدناه. يقول حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة موجودة في صفحة 192. نفتح 192 89 91 92، هذه بداية حديث مالك. طيب قال ثلاثتهم عن الليث مالك بن أنس، إذا نعس أحدكم خسفت الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الصفا والمروة، مش كيف يأتيك الوحي؟ كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ولذلك يعني الإنسان لو تسنن بهذا لا بأس أن يعطي رأسه لزوجته لتمشطه له، حتى لو كان صفر تأتي بالسكين على رأسي. فصلى جالسا، كان يوم عاشوراء تصوم الجاهلية يا أمة محمد. هذا حديث جميل جدا فيه فائدة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا في حادثة الكسوف؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فيهم ذكرهم بالزنا في حادثة الكسوف. قالوا الكسوف يوسف جاء يا أخي في ماء بارد، ماء وثلج وفيه كافي.
طيب بس ناخذ دقيقتين بس ان شاء الله. قالوا لما كان الكسوف تكسف فيه الشمس فتظلم الدنيا كذلك الزنا الزنا يكسف بالقلب فيظلم الجسد كله، لان هذا منكر عظيم. تمام، قضيه الفاحشه والعياذ بالله. طيب اذا اغتسل من الجنابه ذكر وانها اتت بارض حبشه صلى الليل قاعدا كان احب العمل يقبل النساء وهو صائم. ذكر صفية قاد حاضت إن الشمس والقمر يغتسل من إناء واحد، خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع لا يأخذكم الله فأخذهم، أمر بالمساجد أن تبنى في الدور. طبعاً موجود هو بس أحيانا مع العجلة، لو تعلمون ما أعلم لا يؤاخذكم الله. خرجنا كان يغتسل. ذكر صفية إن رسول الله صلى الليل قاعدا يستأذن كاتبت اغتسل من جنابة أو تاب صبي أصوم في السفر إن أمي افتتنت يا أمة محمد. لما قدم وعك أبو بكر كان يوم عاشوراء صلوا قياما بصاقا أرجل رسول الله مروا أبا بكر فليصلي بالناس كيف يأتيك الوحي. ما يصير طهارة إني أستحاض فلا أطهر إذا نعس أحدكم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مشكلة المزي شيء وهو يذكر لك طرف حديث طرفه وهذا في قصة، فأحيانا يذكر الطرف ولا يذكر أصل الحديث. لا نورث لا نورث ما تركناه صدقة. طيب سنأتي به إن شاء الله الآن، هذه فسحة لكم. يصلي إن الصفا والمروة كيف يأتيك الوحي مروا أبا بكر فليصلي بالناس كنت أرجل رأى في المسجد في بيته وهو شاكن صلوا قياما يوم عاشوراء لما قدم خاسين. هذا احنا قلنا في الميم عليكم السلام خاسين خاسين خاسين، وهذا خاء نأتي إن شاء الله نجده في الميم بإذن الله. إن شاء الله سقط من الحديث ما يمكن. الكتاب اللي أخذنا منه مسلم صحيح؟ لا لا ما في حديث آخر، إما نخرجها أو نخرج. لا هو هذه المشكلة، أصل الحديث فيه قصة ولا نورث، هذه ما جاءت إلا في آخر الحديث. لا 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 ما ذكر هذه لا. وأنا حاب صاقا فصلى جالسا كان يوم عاشوراء وعيكا. لا ما يمكن هذا. لا 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 أبدا لا لا، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة. طيب ماشي ماشي شيخ تتولاها تولاه. يوسف ما جاء إلى الآن بس شيخ رشيد. طيب سأعطيكم إخوة حديث واجب ها يحل ونأتي به غدا إن شاء الله، اكتبوا معي توكلنا على الله. على الشيخ رشيد بس دقيقة واحدة بس. حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد تمام، عن سفيان عن أبيه أيوة، عن سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة، عن عباية ابن رفاعة ابن رفاعة عن رافع بن خديج
عن رافع بن خديج. رافع نعم. طبعا حديث طويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أوابد كأوابد الوحش. الحديث تمام، نراه منكم إن شاء الله غدا بإذن الله. لازم نخرج الحديث. لا بغض النظر، أنت ممكن تجدوه في غير مسلم، لكن مسلم من ضمنها، هذا في مسلم، هذا إسناد الإمام مسلم. طيب جزاكم الله خير يا أخوة، إن شاء الله غدا نلتقي، ويكون الشيخ يوسف يتأخر بإذن الله عن الله. عروة بن الزبير، وهذا الزهري، وهذا مالك. ها يا إخوان، نحن أخطأنا، قرأنا الصفحة بالغلط. كان إذا أراد أن ينام قرأ المعوذات إن شاء الله. خرجنا أيوة، بس هذا هو يا إخوة. احنا قرأنا الورقة الرقم خطأ الذي قبل في الصفحة هذا. قال حديث: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنا ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال أمامه خاء ميم دال سين، خاء ميم دال سين. طبعا ماذا نفعل هنا؟ معلومة مهمة جدا، لما نريد الآن وجدنا الحديث في التحفة صحيح، ماذا نكتب؟ ذكره المزي في تحفة. هذا مهم يا إخوة، يكتب عشان السؤال تجعلوه على هذا. نقول ذكره معليش خلها هكذا، التخريج من التحفة، ذكره المزي. ليش ما قلنا رواه؟ لأنه فرعي. ذكره المزي في تحفة الأشراف جزء، هذا 12، الرقم الأول دائما الرقم المجلد تمام، صفحة 76، حديث 16592، 592 عن عائشة: وعزاه إلى ماذا تفعل؟ مكتوب هنا رموز خاء ميم دال سين صح؟ تفك الرموز أيوة، تكتب وتقول وعزاه إلى البخاري في كذا، هو يذكر لك الباب ولا ومسلم، تفك الرموز اللي هي موجودة هنا تحت الحديث هذا خاء ميم دال سين، وأبو داود والنسائي. ماشي يا إخوة إلى آخره. إن شاء الله غدا حديث رافع بن خديج نبدأ به أول لقاء بإذن الله. يعطيكم العافية يا إخوة، شكرا.